هذا السلاح الفتاك، السلاح الأم الفتاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا سيف؟ إن شاء الله خير. شو صحتك؟ تمام. شو أخبارك؟ الله يرضى عليك. شو بك نعسان يعني؟ ليش نعسانك ابني؟ ما أنت نايم بالليل؟ طيب ماشي يلا. هات كاس مي، جيب لي كاس مي يرضى عليك. تفضل. يسلم ويديك. يسلموا. ايه شو؟ امتى بدها تبلش مدرسة بعدين؟ ها؟ ما بتعرف شيء ابدا يعني؟ طيب مجانا ماما نايمة. ماما نايمة؟ يلا تفضل. يلا يسلموا ايديك. يا سيف. يسلموا. اعطيني محرمة، هات محرمة. يلا. تفضل. الله يسلم الدايرة. نعم بتجيب كل هالاغراض فورا بهالسرعة، ايش بك ما عم تسلم يعني ما بتقوم ابدا. يسلموا. ايه يا سيف. جيب لي اعطيني موزي، هات موزي. جيب. هاي ماما اكل المكتب. هات يلا بنكملها مو مشكلة. ها. نعم شوف الغلط كله بسرعة ما عم تتحرك. شايفك انا؟ ايه؟ ايه ايش تحكينا كمان؟ تحكينا هات تفاحة. تفضل. يسلم. والله سريع. نعم جيب هالغلط كله انت؟ عجيبة ماما العجيبة. ايه؟ فيها كل شيء يعني؟ كل شيء. ماشي سامر كل الأطباق. ماشي عارفة بعدين باكلها بس هيك طلبت أنا بتأكد بس يعني أنا عارف شلون. طيب شو في بقلبها كمان هالشنتاي آخر شيء؟ برتقال. هات برتقال ليه شوف. يلا ماشي كل هالأغراض لسه في كمان يعني. إيه يا سيف هات لي شو إيش في بقلبها منين شلت كل هالأغراض هدول طلع لي إيش في بقلبها دم؟ ليه؟ شو في بقلبها؟ حفاية. مشان ايش هاي الحفاية؟ عشان بنتضربنا. هذا السلاح. سلاح هذا السلاح الفتاك، سلاح الأم الفتاك. هاي عن قريب ايه؟ تصطاد. ايوه. بس عن بعد كمان تصطاد.